سرايا، انت اساسا مش من حقك تعترضي على نقطة التعليم دي بالذات، لانك انت كنت السبب في ان رياض راخر ما كملش تعليمه رغم كل اللي انا عملته معاه عشان يكمل. طبعا طبعا لازم تطلعني غلطانة، انت الملاك ابو جناحين. يا سرايا يا سرايا، انا وانت بنتكلم في حاجة تخص ابننا، محدش معانا. بقول لك اذا كان عندك كلمة حلوة اقولها، ما عندكش خلاص. يا سرايا يا سرايا، الولد ما بقاش صغير دلوقتي، من حقه يختار حياته اللي هو عايزها. يا سلام، بقى هو يختار وانا اقعد اتفرج عليه؟ ايه ضيفة شرف؟ ده ابن البكري، روح قلبي، نور عيني. ابنك تخنقيه؟ انا اخنق ابني؟ مين اللي قالك الكلام ده يا سي الاستاذ؟ شوف يا سرايا، وقوفك قصاد الولد بالعند ده وبالطريقة دي هيخليه يتمسك برأيه أكتر، هيغلط نفس غلطتي لما أبويا الله يرحمه وقف قصادي عشان ما تجوزكيش وأنا صممت. نعم، عايز تقولي إن جوازك مني كانت غلطة؟ لا بقى، إذا نسيتوا اللي جرى هات الدفاتر تنقرة، أنت حفيت ورايا وسقط عليا أمة لا إله إلا الله عشان أوافق عليك وأتجوزك. وبعدين إيه اللي حصل؟ وصلنا لطريق مسدود يا سرايا، لأننا أصلاً ما ننفعش لبعض. الأفضل بقى عشان ما تخسريش ابنك عمليه باللين. إذا كان الموضوع مجرد عند هيصرف نظر، إذا كان الموضوع حقيقي هيتمسك بيه أكتر، وساعتها من الأفضل إنك توافقي عشان تبقى الحكاية برضاكي. وعلى فكرة البنت كويسة، أنا كمان موافق عليها. ده اللي قدرت عليه؟ ما أنا ابني غير تضيع وقتي معاك. فوتك بعافية يا سي الأستاذ، قلبي رضاكي.